ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة أنا بسميها فقرة الأمل. بنشوف مرضى السكر قد إيه هم بيعانوا من مضاعفات كتيرة زي الشكشكة والحرقان والتنميل، وكمان الناس اللي بتعاني من أمراض مناعية زي الروماتويد، الصدفية، التصلب المتعدد، البهاق أو مشكلات في القولون أو الجهاز الهضمي وغيرها كتير من الأمراض. بقول لكم النهاردة اطمنوا، أنا جاية لكم وجايبة لكم معايا الحل والعلاج. مش بس كده، ده احنا كمان قربنا ليكم المسافة خلاص، يعني لا هتحتاج تسافر ومش هتحتاج تطلع بره محافظتك نهائي، ومالكش حجة دلوقتي انك تتعالج. جبنا لك الطبيب لحد عندك وهيكون جنبك وفي محافظتك كمان، ووفرنا لك كمان فريق طبي متميز ومدرب على أعلى مستوى كمان وأحدث أجهزة موجودة على مستوى العالم. معلومات وتفاصيل ومفاجآت كتيرة هعرفها مع ضيفي اللي مشرفني النهاردة في خطوة عزيزة، الدكتور والقيمة العلمية الكبيرة طارق الشاذلي، استشاري العلاج بالأكسجين النشط. اهلا بيك يا دكتور طارق. ازيك يا استاذ، عامله ايه؟ وخطوه عزيزه ونورتني النهارده. المكان منور باصحابه. ربنا يبارك فيك، والله انا سعيده ان حضرتك معايا لان حضرتك قيمه ما شاء الله يعني. الله يخليك يا فندم. دكتور طارق، طبعا مرضى السكر بيتزايد عددهم كل يوم، وبيقابل المريض مشاكل وصعوبات كتيره قوي. حضرتك طبعا عايزين تكلمنا بالتفصيل اكتر عن مرض السكر ودور الاكسجين النشط في علاجه، وطبعا نتكلم عن مضاعفاته وعلاجه. دلوقتي احنا هنشرح السكر في توضيح وتبسيط سريع. انت عندك نوعين من السكر. سكر انت مولود بيه نتيجه نقص كفاءه البنكرياس انه يطلع الانسولين الكفايه. اللي هو النوع الاولاني. وده اشرس انواع السكر، انه بيبقى مولود بيه. لانه بيعيش طول عمره، اسمه انسولين ديبندنت، يعني هو ما يقدرش يبعد على الانسولين. السكر في النوع الاولاني بيبقى متوحش جدا، بيخش يضرب الاطراف زي ويعمل قدم سكري، كلى يدمرها، اذا كان في الاعضاء التناسليه بيبقى فيه نوع من العجز الجنسي. ده مهم جدا. النوع الثاني اللي هو بيجي مثلا بعد 15 20 سنه بس مبقاش العيان مولود، ده نتيجه كفاءه الانسولين مش كفايه. برضو مرتبط بالعامل الوراثي يا دكتور؟ الاثنين. الاثنين ده السكر الثاني برضو ولا ده ما يبقاش؟ ولذلك وراثي، ده وراثي وده وراثي. هي الفكره كالاتي، ان السكر الثاني نقدر نسيطر عليه. مهم جدا لمريض السكر ان انا ما استناش البلوى لما تحصل مصيبه. لما يعني لما الاقي دايما مريض السكر، لو انت عندك الكوليسترول عالي بالذات ال LDL، عندك الدهون الثلاثيه عاليه، عندك صوابع رجلك ابتدت تحمر، عندك تنميل والام شديده، لان شكشكه تنميل، هو السكر بيخش يضرب الجهاز العصبي يعمل بريفرال نورايتس، فبيبقى الالام شديده، وبيخش يضرب الاطراف الاوعيه الدمويه فيسبب موضوع الغرغرينا. الاكسجين النشط هنا بيخش يحل المشاكل دي. ده حقيقي يعني. لاي مرحله في اي سن يا دكتور؟ يعني ايه لاي مرحله؟ لا يعني اي مرحله في السكر. حتى لو عالي، لو مريض سكر عالي بياخده عادي. السكر عالي ده موضوع بنظبطه كقيمه عن طريق النظام الغذائي، وبرده هنا بيخش الاكسجين النشط بيحسن مقاومه الانسولين. ولكن السؤال بتاعك مهم جدا، هل في اي مرحله؟ يعني لو في مرحله التنميل هيخش يحسن بدرجه عاليه جدا، لو في مرحله احمرار الاطراف هيخش يحسن لدرجه عاليه جدا. لو دخلت في مشكله الغرغرينه نفسها، لا قدر الله بقى، لا قدر الله هيخش ليه. هو الاكسجين النشط بيعمل ايه؟ بيحفز الدم يخش للاطراف وبيعمل تفتيح للشرايين. ايوه. اتنين، الاكسجين بيخش فالخليه بتعيد نشاطها وحياتها. تالت حاجه اللي هي الكارثه، اللي هي البكتيريا اللي بتخش تاكل وتموت في الخليه، هو بيقضي عليها. فده شيء رائع. يبقى انت عندك في بدايته، في لو حصل مشكله. وتاني حاجه، المريض السكر دايما خلي باله. يعني كنت مره مع عيان جاني، لو حصل لك جرح في رجلك ما تستناش بقى لما يحصل لك الغرغرينه، لان ده اللي هو القدم السكري بقى. القدم السكري ده اللي احنا عايزين نتكلم برضو عليه. يعني طبعا لما يبقى انت بالاكسجين بيدخل في الشرايين بيعمل تفتيح، بتبقى العمليه بقى بترجع ريفريش او حيويه تاني، بيعيد بناء الخلايا. صح. تاني حاجه، اللي بياكل اللي هو زي البكتيريا دي ما بتخش تاكل في الخليه. فلو حصل لك اي جرح لازم تخلي بالك من الموضوع ده. يعني هو مسمار خدشه، مفيش، قعد اسبوع اتنين اتبترت اصابع ليه. فانت مستني ليه؟ مستني ايه؟ اول ما تحس ان في علامات وضوء احمر ابتدى يجي لك، تنميل، احمرار في الصوابع، الام في الاعصاب، لازم تخلي بالك.
سكرك عالي لازم تخلي دهونك الثلاثيه عاليه لازم كوليسترولك الضار عالي لازم تخلي بالك. ما استناش بقى لما يحصل سداد في الشرايين والمشاكل دي. يعني طبعا يا دكتور مريض او مضاعفات السكر نفسه اللي هو بيبقى مرض قدم السكري لما بيبقى في مريض عنده جرح ما بيلتئمش وبيبقى المريض قلقان وخايف لا قدر الله ان يحصل بتر في اي جزء من اعضاء القدم. بصي الاكسجين النشط بالذات انا هقول لفظ ده بما يرضي الله ساحر في الحته دي. لانه بيخش يحل المشكله. ما هو انت عندك نقص في الدوره الدمويه هحلها لك. اكسجين مش واصل هحله لك. بكتيريا بتاكل هحلها لك. فهو في الحته دي مع تظبيط الانسولين ده يعني ساحر بجد في جزئيه القدم السكري بالذات. رائع. يعني لما بتاخد اكسجين بيلتئم الجرح على طول في فتره. أيوة. قد ايه يا دكتور؟ ما فيش يعني او كم جلسه مثلا؟ يعني هو هيلاقي التحسن من تاني او تالت جلسه. والله. حتى لو متاخره؟ حتى لو متاخره يعني حتى لو متاخر هيلم الجرح ويحسنه لدرجه كبيره. بس لازم تاخد علاج كامل. بيبقى كورس قد ايه يا دكتور؟ بيبقى في حدود 12 جلسه. 12 جلسه بس خلي بالك يعني زي المضاد الحيوي ما يجيش ينفع مثلا تقولي انا خدت حبتين ثلاثه وما خفتش. لازم تاخد الكورس كامل وتبتدي هتلاقي التحسن من ثالث او رابع. بيبقى فيه التزام لازم طبعا بروتوكول ماشي لازم. عليه مهم جدا. ونظام غذائي صحي طبعا اساسي طبعا. طيب دكتور عايزين نتكلم كمان عن الامراض المناعيه زي التصلب المتعدد والصدفية والروماتويد. أمراض كلها مزعجة جدا جدا وبتعمل لود وضغط على المريض. ممكن تكلمنا عنها ودور الأكسجين فيهم إيه؟ الأمراض المناعية زي الروماتويد والإم إس اللي هو التصلب المتعدد. أمراض في منتهى القسوة في مشاكلها بتبقى صعبة جدا. هي ممكن تسبب لك أنك تبقى قعيد في الحقيقة قعيد او يحصل لك تشوه في اطرافك. الام مرعبه خاصه الروماتويد يا دكتور مرعبه. لا والام والتصلب المتعدد برضو بتبقى قعيد فراش. فهو دور الاكسجين النشط هنا هو بيخش يهبط. هي الخليه بتبقى ليها باركود جهاز المناعي خلاص ما بقاش يتعرف عليها هيهاجمها فهيبتدي هو يعمل ميديوليشن لجهاز المناعه هيعيد تظبيطه من جديد زي التيرن اوف بتعيد تقفل الجهاز وتفتحه تاني من جديد فبيحسن درجه عاليه جدا من الجهاز المناعي ما خلوش يخش كالوحش الكاسر ياكل في الخلايا. فده دور مهم جدا. وخلي بالك ان في حالات كتير يعني انا دايما بعتبر المريض هو المؤشر بتاعي. معنى ان في بعض المرضى جت وقالت لك انا كنت تعبان وتحسنت يبقى لا شك ان هذا العلاج جاب نتيجه طبعا طبعا. يعني مفيش واحد هيبقى تعبان وهيقول لك انا اتحسنت يعني. واحنا كمان دلوقتي يا دكتور برضو معانا تقرير عن حالات نجاح وكانوا ناس بتعاني من مرض السكر بقى لهم 10 و20 سنه والحمد لله النهارده في تحسن وفي امل وفي تفاؤل. احنا هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. ماشي يا فندم. أنا اسمي سوزيتا عبد الله. عندي السكر بقالي 15 سنة. ابتدت المضاعفات بتاعته. كان تنميل في رجلي. انزيمات الكبد عالية، انزيمات الكلى عالية، التراكمي عالي كان 9. قلت أجرب. جيت هنا فرع المهندسين. ابتديت الجلسات. الحقيقة بعد الجلسة الرابعة أو الخامسة ابتديت اتحسن. التنميل اللي في رجلي راح. عملت تحليل عشان ما بقاش بالإيحاء. لا لقيت ان فعلا انزيمات الكبد نزلت، انزيمات الكلى نزلت، التراكمي نفسه نزل وبقى 6. فالحقيقة جميل جدا رائع وكويس ان هما وصلوا لحاجة زي كده. وياريت كل الناس اللي عندها سكر خصوصا وابتدت المضاعفات بتاعته تظهر على الانسان ان هو يجي ويتعالج بيه وان شاء الله كل الناس تبقى كويسه. انا عندي سكر وعامله دعامات في القلب. فالدكتور بتاع القلب اصلا مأجل لي العمليه خالص، قال لي مش دلوقتي خالص. انا دلوقتي النهارده في اخر جلسه اللي هي ال 12 ودي اول مجموعه اعملها عندهم. وبسم الله بفضل ربنا الحمد لله والله ما مجامله. انا فعلا ارتحت. اولا بيدوني حقن في ظهري مكان الالم كله، كتافي، رقبتي طبعا عشان برضه عندي فقرات في رقبتي. فانا حسيت ان الحمد لله بقيت انام على كتفي الشمال ما كنتش بنام عليه. تنميل رجلي عشان السكر والحاجات دي بيحنولي فيها. ودي تالت جلسه اخدها. حاسه ان التنميل قل بنسبه حتى ولو 50 60%. فالمهم ان هو يعني ما كنتش بحس بصوابعي.
انا النهارده حاسه بصوابعي، انا شفت حالات هنا كان المفروض يبقى فيه بتر في رجليهم وبتاع، وانا قاعده بره في الاستراحه، فوجئت ان هم بقالهم سنه ونص ماشيين مع الدكتور، والحمد لله ما بطروش اطرافهم. بدات اخد جلسات اذون وحقن حوالين الجرح، وبيعملوا لي كمادات بالاذون مع الباكن او الضغط الاذون داخل كيس عشان يقتل البكتيريا في الجرح. ودلوقتي انا خدت 8 جلسات، الجرح بدا اتلقى بنسبه 70%. كنت بعاني من مرض السكر والتهاب في القولون، جيت اتعالجت بالعلاج الاكسجيني النشط واخدت 11 جلسه والحمد لله اتحسنت. انا بقيت كويسه دلوقتي بعد 11 جلسه. انا مريضه من 20 سنه، عندي ضغط وسكر وعندي تضخم في الكبد والطحال، وعندي مشكله في الجيوب الانفيه، كانت على طول ودني تعباني، وكنت بتعالج مخ واعصاب. الحمد لله من اول جلسه حسيت بتحسن كبير جدا، والحمد لله كل الاعراض اللي عندي رجلي والتنميل وكل مضاعفات السكر الحمد لله بامانه ربنا راحت كلها، ما فيش اي مضاعفات، وعينيا الحمد لله النظر بقيت اشوف رؤيه واضحه الحمد لله. خدت 8 جلسات والحمد لله، كنت بحس ان انا ماشي على رمل، الحمد لله بقيت كويس، ورقبتي كانت بتوجعني برضك وما اعرفش اتلفت لا يمين ولا شمال، برضه رقبتي ريحتني وكتفي، وبرضك الجهاز الهضمي برضك ريحني. اللي عندهم سكر يتفضلوا يجوا، والعلاج ارخص من الادويه اللي هم بياخدوها والمسكنات اللي بياخدوها ويصرفوها على الفاضي. وانا عندي السكر كان مرتفع جدا والضغط، والحمد لله انا بقيت كويسه خالص دلوقتي وما فيش اي اعراض خالص عندي. التنميل والشكشكه خلاص راحت الحمد لله، ودلوقتي النظر اتحسن، وما كنتش ولا بنزل ولا بطلع، دلوقتي بنزل وبطلع من 5 زور الحمد لله. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من تاني، وزي ما حضراتكم شفتوا احنا الارقام موجوده على الشاشه ومتواجدين في كل المحافظات، والاكسجين النشط بيعالج كل الامراض وجلسات في فتره قليله، وكمان الاسعار مناسبه جدا عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا عارفين. دكتور حضرتك طبعا شفت التقرير، لو ليك اي تعليق عايز تحب تقوله. لا، حاجات اجمعوا عليها، التنميل خف، ده مهم جدا. الالام اللي في الاطراف العصبيه خفت، لو واحد عنده كان بدايه قدم سكري خف منها الحمد لله، وحتى لو القدم السكري وصلت لدرجات عاليه ممكن نوصل لنتائج اعلى ونحميك من البتر. يعني لازم اللمبه الحمراء لما تنور عندك ده ناقوس خطر، لازم تخلي بالك. حسيت ان في تنميل مهم جدا، حسيت ان في الام مبرحه مش قادر، يبقى انت اللي تحاسب نفسك في الاول. احمرار في اصابع رجلك ده مهم جدا. في واحده بتقول لك كمان النظر يتحسن، لان هو بيحسن الرؤيه وبيمنع والله الجلطات، يعني الاكسجين النشط بيمنع الجلطات. طبعا دي جزئيه طبعا عايزين نتكلم فيها برضه، حتى دكاتره القلب لما بيعملوا الدعامات وكده يعني بيجوا عندنا عشان خاطر ياخدوا الاكسجين النشط عشان يفتح لامراض الضغط والقلب والشرايين. طبعا عشان يفتح كولاترالز تانية بجانب الدعامه اللي هو ركبها، بيبقى ليه دور قوي يا دكتور. طبعا، وللناس اللي عندها لا قدر الله جلطات. ما هو انا عايز اقول لك حاجه، هي مشكله الجلطه ان هي بتخش تقفل فبتمنع الدم والاكسجين. هو بيخش يحل المشكله دي، هو يفتح يوسع يفتح. لو انت شفتي مثلا هتلاقي لو بعض الـ 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 الشرايين اللي هي بتبقى مقفوله نتيجه الترسب هو بيخش يكسح الحاجات دي، مع طبعا النظام الغذائي ده مهم جدا. يعني لازم يبقى نظام غذائي مع العلاج بالاكسجين النشط، ده مهم من الحاجات الرائعه. يعني بيبقى برضو بيعمل في كريم يا دكتور اعتقد بيعمل خلايا جديده، كريم يعني حاجه كده، يعني كريم الاوزون نفسه. لا، هو في حاجات الكريم الاوزون ده بيتحط بقى على الجلد. ده بيتحط طبعا عشان يحسن التجاعيد ويحسن البشره. لو عايز تحطه على الرجل ده بيبقى حاجه لوكال، بيبقى بيتحط على حاجه عموما زي الكريمات العامه العاديه. بس هي الـ الاكسجين طبعا ده من الحاجات المهمه جدا في حته ان هو يحسن الدم، يحسن الاكسجين اللي واصل. لو في مشكله عندك بكتيريا ده بيحلها. طب انا لو راجل مثلا عندي لان هو دايما مريض السكر بالذات بيبقى عنده عرضه للجلطات اكتر من اي حد. فهو ده مهم جدا انك انت بيخش يحسن من كفاءه الشرايين. طيب دكتور برضو عايزين نرجع تاني للامراض المناعيه، الروماتويد، الصدفيه، البهاق، دور الاكسجين النشط فيهم ايه؟
ونركز عليه والتصلب المتعدد. المتعدد. الام اس. الام اس. مشكله الامراض المناعيه دي ان هي في مشاكلها. في اعراضها. لانها بتخش تدمر مثلا الروماتويد يخش بيدمر المفاصل. اكيد. بيعمل تشوه في الاطراف. والايد برضه. والايد. الاطراف سواء الايد او الرجل او الايد. الام اس بيخش يدمر كل حاجه، الفايبروميالجيا برضه نفس القصه. هو بيخش يعدل الهجوم بتاع الجهاز المناعي. تمام. الجهاز المناعي ما بيتفهمش. اكيد. لو وصل ان في خليه ما قدرش يتعرف عليها هيهاجمها. بالظبط. بيجي على النقطه الضعيفه. هيخش يهاجمها. بالظبط. فهو من الحاجات المهمه انك انت تسيطر على هذا الوحش، تمنع حدوث الكوارث دي. ايوه. النتائج كمان هتلاقيها مع العينين، هتلاقي في تقارير كتير وهي موجوده يمكن هنتكلم. هو احنا كمان برضو معانا تقرير دلوقتي هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. لان ده اللي هياكد كلامنا. اكيد طبعا. انا كان عندي بهاء وقلت دكتور خدت اكتر من جلسه، من الجلسه الرابعه بالظبط ابتدى في تحسن في الوش وفي البطن، ابتدى يتحسن وفي حاجات تانية صغيره في بقيه جسمي بتتحسن برضو ولسه مكملين يعني ان شاء الله. دي بنتي اي عزيزه علي وبحبها قوي، يعني مسكينه والله كانت بتعاني هي من مرض روماتويد زي ما قالوا لنا الاطباء والساده الدكاتره، وخدت علاجات كثير جدا جدا جدا. خدنا جلسات من اول 3-4 جلسات بدا التحسن الحمد لله. دلوقتي لها 5 جرعات، كانت بتاخذ جرعه كل اسبوع، لها 5 جرعات ما خدتهمش وما حصلش اي حاجه مع الاكسجين اللي هي بتاخده، والحمد لله يعني تحسن واضح، تحسن ملحوظ. انا اسمي عمر عبد العظيم من المنيا. انا كان عندي ام اس وعندي العصب السابع، بس الحمد لله خدت الجلسات فحبيت اجرب يعني، والحمد لله وصلت نسبه الشفاء عندي 95%. العصب السابع الحمد لله شفيت منه تماما. اللي كان عندي اعراض الام اس كنت خمول دايما وعدم توازن، وكنت ما اقدرش اعمل الاخراج ولا الحركه وكده، بس الحمد لله ده كله راح. وبس يعني ان شاء الله مكمله في الجلسات دي 8 جلسه، وان شاء الله من الجلسه 18 هكون خفت ان شاء الله. انا مريضه التصلب اللويحي الام اس من الدرجه الثانيه، وكل اللي فيها ان انا قعدت ادور على حاجه تريحني، فالصراحه قلت اجرب الاكسجين النشط، قالوا بيرفع المناعه وتجرب حاجه تنفع ترفع المناعه يعني. فجيت صراحه من اول جلسه انا فرق معايا جامد يعني، انا كنت عندي عدم اتزان والاخراج بتاعي بايظ جدا، اضطرابات في المثانه، غير كده كمان ما كنتش بنام الا على ظهري فقط. صراحه فرق معايا في التحكم في التبول والاخراج، وان انا بقيت اتقلب الحمد لله على جنب اليمين وجنب الشمال. وانا بنصح كل واحد يجرب زي ما انا جربت، صراحة من احسن التجارب اللي انا جربتها. اتمنى ان انا اكون بوصل رساله لكل مريض تصلب لويحي بعيني، لان انا فعلا عانيت من الام اس جامد جدا، فاتمنى من كل واحد عانى منه انه يجرب. مش هقوله لازم تروح، انا اقول لك جرب وان شاء الله هتنجح التجربه زي ما نجحت معايا، وان شاء الله انا مكمله عشان ان شاء الله استفيد واعرف اقدر اربي ولادي ولنفسي وحياتي، لان انا كانت حياتي واقفه والحمد لله على كل حال. الرحمن الرحيم. انا ام ايا محمود حسن من بني مزار، مركز بني مزار. احنا بص يعني تعبنا من حاله ايا، رفنا بقى في جميع الدنيا كلها لحد ما رحنا بقى على حدود ليبيا في بير اسمه عين كبريت، وزغنا بقى على جميع الدكاتره. ايا شوفوا حضراتكم صورها في الاول، ما تتخيلوش هي دي اللي موجوده معايا. هي بالفضل والجميل لرب رجعت حالتها طبيعيه، ما كانتش بتروح مدرسه، ما كانتش تقدر تفضل في وسط حتى عيال تلعب، يعني كانت تتخزق ان هي تطلع في وسط عيال. قعدنا بقى في مستشفى السوزان 15 يوم، اقسم بالله الدكاتره ما كانوا بيرضوا يجربوا عليها عشان يدوها، كانوا بيبقى خايفين من شكلها وخايفين من منظرها.
كان جسمها بيغير لا يقل عن في الاسبوع مرتين ثلاثه جلد، جلد فظيع زي رقاق الفطير، جلد تخين، ومنظرها كنت تبص له تخاف من شعر راسها لحد ضفر رجليها، ضوافرها بتاع ايديها ورجليها كانت بتتخلع، يعني كل 15 يوم ضوافرها تتخلع، جسمها بيرجع اكن الطفل جديد مولود، تمشي ايدك على جسمها كده كان يبان العلامة. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين من تاني. دكتور طارق، طبعا حضرتك شفت الحاله الاخيره للطفل ايه، طبعا الحاله كانت بتاعتها صعبه جدا وكان جلدها بيتساقط وشعرها، حاله معجزه ده حقيقي، يعني بما يرضي الله حاله معجزه، الحمد لله ربنا الحمد يعني لله وفق فيها. الجلد ده يعتبر اكبر عضو في الجسم، هو المسؤول عن الديتوكسيفيكيشن، اي مرض صفرة عندك كلى بيبان على وشك بيبقى زي الكلي لون الطين او الصفرة كده، ف الجلد ده العضو الحساس اللي بيقيس. البنت دي اصيبت في الجلد بتاعها، جلدها كان بيتساقط لدرجه عاليه جدا، وراحت لاي حد من زمايلنا وراحت مستشفيات كتير وكلهم رفضوا يتعاملوا، حتى الدكاتره رفضوا يقربوا خوفا. ما هو الاكسجين هنا بيخش زي ما احنا قلنا، بيعيد بناء الخليه، بيحسن الاكسجين اللي وصل لها، بيحسن الدوره الدمويه اللي وصل لها. لو في ميكروب في الجلد زي ما كان بيحصل، الجلد بيتاكل الضوافر بيخش يقضى عليه، الاكسجين نشط انتي بكتيريال انتي فايرال حتى ضد الفانجس، فهو بيخش يبقى بشيل الميكروب، بوصل الدم كويس، بعيد بناء الخليه، بوصل لها اكسجين. فالحمد لله ده كانت النتيجه الحمد بتاعتي. لله يا رب دايما. في بقيه الحاجات التانية البنت اللي كان نظرها ضعيف، لان هو زي ما احنا قلنا بيحسن برضو النظر، بيوصل الدوره الدمويه بتاعت الاطراف، سواء الكلى سواء اطراف في الرجلين سواء في الـ في الـ في البصر. البهاء زي ما احنا قلنا شفنا الصوره قبل وبعد، ده الدليل. أي. يعني المريض بيطلع بيوريك دليل، وانا كذا وكذا، مهما انا اتكلمت لو ما فيش طبعا دي مصداقيه طبعا المريض نفسه. تمام. طيب. الاكسجين كمان عايز اقول حاجه، انه امان. طيب. يعني هل انا اخده حتى لو ما عنديش حاجه؟ ما انا لسه كنت هسال حضرتك، لو انا ما عنديش اي امراض اقدر اخد الاكسجين نفسه؟ في فنانين كبار طبعا مش هقول اساميهم بياخدوا العلاج بالاكسجين النشط، لان هو بيحسن تاخر الشيخوخه، ده مهم جدا، بيقلل الدايمنشيا، القدره على ان هو الانسان ينسى، بيزود التركيز، ده مهم جدا، رائع جدا للبشره، زي ما احنا قلنا مهم ان بيوصل الاكسجين والدم لجلدك وبشرتك، والكريم اللي انت كنت بتقول عليه ده برضه بتاع الاوزون، ده بيتحط كريم الاوزون طبعا. احنا طبعا بنشكرك يا دكتور طارق، ونورتنا وخطوه عزيزه، وعلى وعد بلقاءات تانية ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. اعزائي المشاهدين، احنا معنا تقرير هنشوفه، واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من خطوه عزيزه. انا حابه اعمل الفيديو دوت علشان اقول لكم تجربتي مع الاكسجين النشط، وازاي فرق مع بنتي. انا بنتي مريضه اوتيزم من الدرجه المتوسطه. طبعا احنا بنلف على الدكاتره كتير جدا، وبناخد مكملات غذائيه، بناخد حاجه تنشط شويه الذاكره، بنعمل تعديل سلوك، بنعمل تخاطب. انا مش حاسه ان ده بيفرق جامد جدا مع الاولاد، بالعكس احنا حاسه ان احنا بنمشي ببطء. لحد الان مفيش اي دواء معروف في مصر قدر يعالج الاوتيزم، كلها اجتهادات، لكن الحمد لله الاكسجين النشط انا حاسه ان هو هيفرق وهيعمل طفره جامده جدا في علاج الاوتيزم، والحمد لله انا يمكن وصلت له متاخر، بس بيتهيألي في السن الصغير هيفرق معاهم جامد جدا، وفرق مع بنتي في الادراك، هو بيخلي مودها كويس، بيحسن لها السلوك، بيخليها هادية، بيخليها قادرة تستوعب اللي حواليها، بيخليها فاهمة. أنا طبعا مش هقدر أحدد بالظبط مثلا نسبة قد إيه، بس نقدر نقول مثلا من 40-50% نسبة الإدراك زادت. الأكسجين النشط مهم 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 فعلا، وياريت يتم تطبيقه بجانب الحاجات التانية، يعني ده مكمل الحاجات التانية، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يقدر يساعدنا ويقدر يساعد كل أم في إنها توصل لابنها لبر الأمان. أنا كان بنتي عندها مشاكل كتير، كان عندها الإمساك، كان عندها نقص أكسجين، كان عندها عدة مشاكل في القلب، كانت كتيرة عدة مشاكل، فجبتها هنا الأكسجين النشط تبارك الله، من رابعة جلسة أو خامس جلسة بدأت تتحسن. دي كانت معناها ما بتمسكش أي حاجة، ما تبدأ الحاجة قدامها ما بتمسكهاش، ما بتركزش، عدة مشاكل كانت عندها والحمد لله حلت كتير. أنا بالأكسجين النشط ده والله العظيم أنا بنصح كل الأمهات اللي عندهم أطفالهم نقص أكسجين أو ما بينتبهوش أو مشكلة في الأعصاب، ده بيريح كتير والله العظيم. بنتي كان عندها عدة مشاكل فالحمد لله دلوقتي انحلت. يوسف ابني مولود طبيعي، هو دلوقتي عمره 8 سنين،
جاله في كلب عضه من حوالي سنتين وخد الاربع لقاحات، اما اللقاح الخامس جات له السخونيه ورحت بيه الحميات اتشخص وخد علاج غلط اثر على خلايا المخ والاعصاب، ولا بقى يمشي ولا يتكلم ولا يتحرك، فقد الوعي. هناك في المستشفى قالوا لي احتسبيه عند ربنا، انا كان عشم امل في ربنا كبير. لفيت على دكاتره المخ والاعصاب ودكاتره العلاج الطبيعي، ابني ما تحسنش نهائي. لما سمعت قريب عن جلسات الاكسجين انا جيت هنا، والحمد لله بفضل ربنا في الاول وفي الاخر بعد الجلسه الثمانية او التاسعة ابتدى ابني ينتبه معايا، يبص لي، يتعامل معايا. انا دلوقتي متواصله معاه، ابني موجود معايا في البيت. انا ابني كان فقد الوعي نهائي، انا كان زيه زي اي حاجه موجوده في البيت. الحمد لله بفضل ربنا. انا بشكر كل اللي موجودين هنا هوت، واللي وقفوا جنب يوسف في الحاله بتاعته الصعبه، اللي وقفوا جنبه، والحمد لله بفضل ربنا ابني اتحسن. ابني بقى يرد عليا، يقول حروف، يقول حرف الخاء، وبقى يرد عليا لو هو عايز ياكل، يشبط في الحاجه اللي مع اخواته، حاجته بقى منتبهها. جيراني واصحابي بقى هو يعرفهم ويبص لهم ويضحك لهم. بفضل ربنا الحمد لله. انا بقول لاي ام ابنها تعبان او ابنها عنده حاله زي حاله يوسف يجي وياخد الاكسجين، وان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه، وواحده واحده باذن الله، وربنا مع كل ام ومع ابن ومع اللي زيهم بحق جاه النبي، هيشفيهم كلهم بحق جاه النبي. ابني موجود في الدنيا، ابني انا كنت فاقده فيه كل حاجه، ابني موجود، ابني ابتدى يحس بيا وبقى يشوفني وبقى يشوف اخواته واصحابه كل حاجه، فاهم كل حاجه. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكمل الشفاء على خير باذن الله.